حرصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس على المشاركة والتفاعل مع ورش العمل التي عقدت لوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك تعزيزا للتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث نحو 4 اجتماعات وأجرت لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين لبحث القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. مساء الخير سعادة العضو، وما هي أبرز الإنجازات والأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد من الفصل التشريعي الخامس؟ مساء النور أخت مريم، ومسي على جميع مشاهدي تلفزيون البحرين. طبعا خلال هذا الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس قامت اللجان في المجلس مجلس الشورى في حالة الكثير من مشاريع اقتراحات بقوانين، وذلك إلى اللجنة، وذلك بهدف التأكد بأن هذه المشاريع بقوانين والمتعلقة بالمواطنين لا تخالف نصوص دستور مملكة البحرين، وأنها تتماشى مع مواده وتحفظ حقوق هؤلاء المواطنين. كما أن لجنة حقوق الإنسان تأخذ على عاتقها التأكد كذلك بأن هذه المشاريع بقوانين لا تخالف اتفاقيات حقوق الإنسان والصكوك الدولية التي تعتبر البحرين طرفا فيها. شارك جميع أعضاء اللجنة بجميع ورش العمل التي قامتها وزارة الخارجية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي سوف يناقشها مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2020. نعم. وطبعا سوف تكون هذه الخطة هي الرابعة التي سوف تعرض على مجلس حقوق الإنسان من قبل البحرين، وذلك منذ إنشاء هذا المجلس في عام 2006. طبعا دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطني لحقوق الإنسان هي أولى هذه الورش التي قامتها وزارة الخارجية في 18 أغسطس 2020، وكانت الورشة التاسعة وهي الأخيرة من هذه الورش هي حول حقوق المرأة والاستقرار الأسري في البحرين، والتي عقدت في 8 مارس 2020. لقد شارك في هذه الورش العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الموضوع، وكذلك العديد من منتسبي الجمعيات الأهلية في البحرين التي لها اهتمام بأمور حقوق الإنسان في البحرين، كما شاركت البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البحرين جميع هذه الورش بجانب المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف وغيرها من المنظمات المتحدة المهتمة بحقوق الإنسان. أخت مريم، من خلال تلفزيون البحرين أود أن أتقدم بالشكر الجزير إلى سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني، وإلى مساعد وزير الخارجية الأخ فيصل الدوسري، وجميع منتسبي وزارة الخارجية المعنيين بملف حقوق الإنسان في البحرين على هذه الورش القيمة التي أتاحت لجميع المسؤولين وغير المسؤولين في البحرين بإبداء رأيهم بكل صراحة ووضوح حول تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البحرين. نعم. هذه الورش استمرت من 10 صباحا حتى المساء، حتى 5 مساء، وكان حضورا مميزا لجميع المشاركين. فهذا يعني بأن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة في تطوير منظومة حقوق الإنسان انطلاقا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. نعم. وهذا يعني كذلك أن البحرين ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، وهي تسير بخطى واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا المجال. كذلك من الأمور الأخرى التي قامت بها اللجنة هي الرد على بعض الادعاءات فيما يخص حقوق الإنسان والتي تنشر بين فترة أخرى من قبل بعض المنظمات الدولية التي لها اهتمام فيما يخص حقوق الإنسان وإيضاح الصورة الصحيحة لمملكة البحرين في هذا الشأن. كذلك نحن نلتقي في مجلس الشورى خلال انعقاد الدورات
بجميع منظمات المجتمع المدني التي تود اللقاء معنا وطرح همومها فيما يخص حقوق الإنسان. نعم سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.